وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، والتي تجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لي ولك وللجميع توفيقا لكل خير. اللهم آمين. وأذكركم أيها الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للتواصل 05 01 78 55 36. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما ورد إلى البرنامج. هذا السائل عن قوله تعالى، يسأل يقول في قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة شيئا من خصائص هذا البيت، البيت الحرام، المسجد المعظم، مسجد الكعبة، وما خصه به من خصائص لا توجد في غيره من المواطن. فقال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام، والكعبة يراد بها المسجد الذي بني فيه بناء الكعبة الذي بناه إبراهيم عليه السلام، والذي لا زال معظما في النفوس من ذلك الوقت إلى وقتنا الحاضر. جعل الله الكعبة البيت الحرام، فيحرم على الإنسان تحريما مؤكدا أن يعتدي على الآخرين في هذه المواطن الشريفة، أو أن يبخس شيئا من حقوقهم في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم أو أي شيء من حقوقهم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي تقوم به مصالحهم، ويكون سببا من أسباب تمام نعمة الله عليهم. فالمصالح الدينية والدنيوية قائمة في هذا البيت، فالناس يفدون إليه، يعظمون الله ويسألونه حوائجهم، ويتقربون إليه بالخضوع له والتذلل بين يديه، فيكون سببا من أسباب عزهم ورفعة شأنهم وعلو منازلهم في جنان الخلد. وقوله والهدي، الهدي ما يهدى إلى البيت من الذبائح التي تذبح، سواء في ذلك هدي التمتع والقران أو هدي التطوع، حيث يتطوع بعض الناس بذبح الذبائح في هذه المواطن الشريفة. وأما قوله والقلائد، فهي حبال تربط على رقاب بهيمة الأنعام ليعرف أنها من الهدي وأنها قد جعلت لله عز وجل، فلا يتعرضها أحد من الناس. فكل ما كان مخصصا لله، على الإنسان أن يعظم تحريمه وأن يعرف أن حق الله شأنه عظيم، ومن ثم فلا يتهاون فيه. والهدي والقلائد، وثم ذكر جل وعلا ما اختص أو ما اتصف به سبحانه من شيء من الصفات التي توجب في قلب الإنسان خوفا من الله ورجاء له. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. والشهر، والمراد بالشهر الحرام أشهر رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، حيث يعظم
تحريم القتال والاعتداء على الآخرين فيها، فلئن كان الاعتداء محرما في جميع أيام السنة فإنه في هذه الأشهر العظيمة أشد تحريما وأكبر إثما. وذكر الله العباد بأنه مطلع على أحوالهم ولا يخفى عليه شيء من شؤونهم، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فعندما يوقن العبد بأن الله مطلع عليه، عالم بأحواله، يعرف ما في ضميره من كمائن وما في لسانه من أقوال وما في جوارحه من أعمال، يكون ذلك من أسباب مخافة من الله وجعله يرجو رب العزة والجلال ويحذر من نزول عقوبته ويستعد للقائه، لقاء الحساب الذي يحاسب الإنسان به. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستقبل هذا الاتصال. حمادة من المدينة المنورة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا السلام نويت العمرة. أي نعم. كنا ذهبت وعديت المناسك، بس قبل التحلل يعني نسيت وخلعت الإحرام، فكرت وأنا بخلعه فلبست ثاني بعد كده تحلل، فما حكم ذلك؟ السؤال واضح، عنده سؤال آخر؟ عندك سؤال آخر يا حمادة؟ لا هو شكرا لك. طيب طيب، تفضل بالإجابة شيخ. إذا لبس الإنسان المخيط وهو محرم جهلا منه أو نسيانا لإحرامه، فالواجب عليه أن يخلع المخيط في الحال، ولا يجب عليه حينئذ شيء، لا من فدية ولا من قضاء ولا من غيرها. فقد ورد في حديث يعلى بن أمية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة صوف وهو متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله ما أفعل في عمرتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم اخلع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق وافعل في عمرتك ما تفعل في حجتك، يعني من اجتناب محظورات الإحرام، ولم يأمره بفدية ولا بقضاء ولا جزاء. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. من الأسئلة التي وصلتنا، هذا يقول: الذي ينوي الحج ويرغب الأضحية، هل يلزمه الامتناع عن قص الشعر وعن قص الأظافر؟ جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا، وفي رواية: ولا من بشرته. فقوله فلا يأخذ هذا نهي، والأصل في النهي أن يدل على المنع والتحريم، ولم يأتنا دليل يدل على خلاف ذلك. ومن ثم فمريد الأضحية يجب عليه أن يمسك عن أخذ الشعر والظفر والبشرة بمجرد دخول العشر. وإذا كان يريد الحج في نفس العام فإنه قبل الإحرام لا يأخذن شيئا من شعره أو من ظفره، لأن الأخذ قبل الإحرام إنما هو مراعاة لعدم الاحتياج لذلك في أثناء الإحرام، وليس من النسك لذاته. وأما إذا أكمل عمرة التمتع فإنه يقصر من شعره، ولا يكون هذا مشمولا بحديث النهي، لأن هذا مشروع بأمر خاص. وإذا تعارض دليل عام كما في حديث أم سلمة ودليل خاص كما في حديث جابر، فإننا نقدم الخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام في بقية الصور. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله.
اهلا وسهلا بكم، ونجدد الترحيب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. معنا اتصال من المغرب، محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالكم؟ عليكم السلام ورحمه الله. سلمت وكرمت. تفضل بالسؤال. لدي سؤال. نعم. ما حكم من صلى صلاة الفجر في آخر وقتها أو ربما بعد طلوع الشمس وهو شاك في الأمرين معا، صلى بنية أنه إن لم يخرج الوقت فهي بنية الحاضرة وإن خرج فهي بنية القضاء، باعتبارها فائتة بسبب التأخر من الاستيقاظ من النوم والتأخر في الاغتسال والوضوء؟ في سؤال آخر. ومع العلم أنه صلى أيضا بنية التوبة من ترك الصلاة، فهل تصح صلاته وتصح نيته؟ في سؤال آخر. جزاكم الله شكرا خير. لك، تفضل يا شيخ. لعله يريد مسألة الخطأ في تحديد النية، فإنه يقول قد أنوي أن هذه الصلاة أدى باعتقاد أن الوقت لم يخرج بعد، فيتبين أن الوقت قد خرج وتكون في الحقيقة قضاء وليست أداء، فنقول الخطأ في النية على ثلاثة أنواع. نوع يشترط في النية التعرض له، بحيث إذا وقع خطأ فيه أثر، ومن ذلك نية عين الصلاة، فمن نوى في صلاة أنها الظهر وهو قد صلى الظهر ويريد أن يصلي العصر فنوى أنها الظهر، فهنا يلزمه أن يتعرض لنية الظهر أو نية العصر، فإذا أخطأ في ذلك أثر الخطأ عليه ووجبت عليه الإعادة. الثاني ما لا يجب التعرض له في النية، فحينئذ إذا أخطأ فيه لم يؤثر عليه في عبادته، ومن ذلك أن ينوي أن الصلاة قضاء فتكون أداء أو العكس، فإنه لو صلى صلاة الفجر بدون نية القضاء ولا الإعادة صحت صلاته ولا يلزمه تعيين هذا الأمر قضاء وأداء، وبالتالي إذا عينه فأخطأ فيه فإنه لا يؤثر على صحة صلاته. ومن أمثلة هذا ما لو جاء إلى الجامع يظن أن الإمام زيد فنوى أن صلاته خلف زيد، فتبين أن زيد قد تخلف في هذا اليوم وأن محمدا هو من كان يصلي بالناس، فحينئذ نية أن الإمام زيد في الصلاة لا يؤثر الخطأ فيها على صحة الصلاة، وبالتالي فإنك لا تطالب بقضاء هذه الصلاة صلاة الفجر ولو أخطأت في نيتها قضاء وأداء. والذي نوصي به إخواننا جميعا أن يستشعروا أن الصلاة لقاء رب العزة والجلال، وأنها مناجاة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، ومن ثم يحرصون عليها ويضعون الوسائل التي توقظهم لصلاة الفجر ليؤدوها في وقتها، فقد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولئن كان في سنة الفجر أجر عظيم كما قال صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها، فكيف بصلاة الفريضة؟ نعم بارك الله فيكم. يقول السائل
نذرت إن رزقني الله ولدا أن أذبح شاة، وقد رزقت والحمد لله وأرغب في الأضحية هذا العام، فهل يجوز أن أجمع بين النذر والأضحية في ذبيحة واحدة؟ الجواب: لا يجوز ذلك، لأن التداخل بين العملين يشترط فيه أن يكون العملان من جنس واحد وأن يكون مقصودهما واحدا، فلئن كان ذبح النذر وذبح الأضحية من جنس واحد إلا أن المقصود فيهما مختلف، ولذا فالأضحية تذبح عن الرجل وأهل بيته، بينما النذر إنما يكون عن الناذر فقط، ولذلك فأضحية يوم العيد لا تجزئ عن الوفاء بهذا النذر، وعلى العبد متى نذر طاعة أن يؤديها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وعلى العبد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بحفظ نفسه، بحيث لا يكون عليه واجبات يحاسب عليها أمام الله لم يؤدها، بل عليه المسارعة والمبادرة إلى الوفاء بما يبرئ ذمته. والذي نوصي به أخواننا جميعا أن لا يكثروا من النذور، وأن يحرصوا أن يكون من شأنهم أن يتقربوا إلى الله بالطاعات بدون أن يكون ذلك على سبيل النذر. نعم، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة أو معنى اتصال خالد من جازان، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخواني أنا عندي أربع أسئلة لكم. الأول، أول سؤال: أنا كنت أجهل أحكام سجود السهو، فكنت أسجد سجدتين قبل السلام في حال حدوث أي شك، سواء كان ركن ولا واجب، خلها ركعتين، يلا أسجد ركعتين قبل السلام. والسؤال الثاني: مرة من المرات طلع لي فيديو عن قراءة الفاتحة في الصلاة، وأصلا كان وقتها قريب صلاة العصر، فرحت صلاة العصر وأنا ما شفت الفيديو ولا عرفت في شيء، وأصلا شفته كذا شافه كذا، شفت المقطع يعني بشكل سريع، ما شفته كويس حتى. جلست أسبوع بعدين قاعد شفت المقطع مرة ثانية ودققت فيه يعني، وصرت أقرأ الفاتحة بشكل كويس. فالصلوات ذيك اللي في الأسبوع يعني أروح أقضيها ولا لا؟ أروح أعيدها ولا لا؟ والسؤال الثالث: أنا كنت أصل لبعض الصلوات جمع وقصر في الحضر يعني، وما في عذر يعني، كنت أنام على صلاة الظهر وراح أصلي ركعتين وأسلم وأصلي ركعتين العصر. وأرض رابع سؤال: أنا عندي إلى الآن عندي وسواس في مخارج الحروف، خصوصا أنا لما أكون يعني أنا أقرأ بصوت خفيف، فما أدري هذا الحرف طلع مني ولا لا، مع أني أنا أحس أنه اللسان تحرك من هذه المنطقة، ومرات أحس أن يعني اللسان ما تحرك بشكل كويس، فأنا أحس أنه والله ما طلع هذا الحرف، فأعيد الكلمة. ومرات يعني إذا فاتتني الصلاة وأنا أعرف أن المأموم إذا كان يعني مع الإمام من بداية الصلاة فهو يسقط عن بعض الأشياء يعني. طيب، يعني إذا أخطأ يعني ما عليه شيء. شكرا جزيلا، تفضل الشيخ. نعم، يبدأ لي بالأسئلة. سؤاله الأول عن سجود السهو. سجود، يقول أنه يسجد سجود السهو ركعتين في الصلاة سواء سهى أو ما سهى يعني. سجود السهو يكون بسجدتين على الأرض، يضع الإنسان جبهته على الأرض ويضع الأعضاء السبعة، والأصل في سجود السهو أن يكون إما لنقص أو لزيادة أو لشك في الصلاة، وسجود السهو في الأصل يكون بسجدتين قبل السلام، هذا هو الأصل. وهناك ثلاثة أحوال يكون السجود فيها بعد السلام، وهي ما إذا سلم في أثناء الصلاة فسهوا ثم تذكر فأتى بباقيها، والحالة الثانية إذا زاد الإمام، إذا كان هناك إمام فعمل بغالب ظنه فإنه يسجد للسهو بعد السلام، والحالة الثالثة من سهى عن سجود السلام عن سجود السهو قبل السلام فإنه يسجد للسهو بعد السلام. ها
هذه ثلاثة أحوال للسجود بعد السلام، أما ما عدا ذلك من أحوال السهو فإن السجود فيه يكون قبل السلام. نعم، كان يسأل يا شيخ يقول عن صلاة الفجر أنه ما كان يقرأ سورة الفاتحة، وبعد أن تذكر بدأ يقرأ سورة الفاتحة بأنها فرض. لا، هو يقول بأنه لم يكن يحسن قراءة الفاتحة أو كذلك. نعم. فإن كان هذا جهلا منه وأداه على قدر استطاعته فأرجوه ألا حرج عليه في ذلك، ولا يؤمر بقضاء الصلاة، وعليه أن يسعى لتصحيح قراءة الفاتحة فيما يأتي. يجمع ويقصر في وقت الحضر؟ نعم، لا يجوز له ذلك، قصر الصلاة لا يجوز إلا للمسافر، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ففهم من الآية أن على العبد جناح إذا قصر وهو لم يضرب في الأرض. عنده وساوس في مخارج الحروف ووساوس في الصلاة. نعم، عليه أن يتقرب إلى الله بعدم الالتفات إلى هذه الوساوس، ولا يضع لها أي قيمة أو أي وزن، وعليه أن يسعى للتخلص من عدوه الشيطان الذي يريد أن يحزنه في جميع أموره، ومن ذلك أمور عبادته، وليحذر من أن تنزل به عقوبة الله متى أطاع الشيطان بعمله بكلامه الموسوس. جزاك الله خير يا شيخ على ما قدمت في هذه الحلقة. سلمت وكرمت، شكرا على حسن تقديمك وترتيبك، رعاك الله ويسر أمرك. وأشكر لأخوتي المتصلين والسائلين، بارك الله فيهم، وأسأل الله للمشاهدين وعموم المسلمين توفيقا وعناية، كما أسأله جل وعلا للحجيج أن ييسر الله أمرهم وأن يعيدهم لبلدانهم غانمين سالمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان معكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، وقد أجاب عن أسئلتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.